مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الحي الحسني. للأسف الجماهير ديال الرجاء فسل الماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي اتحاد طنجة فرع كرة السلة، خرجوا الجماهير بعض القاصرين المشاغبين واللي ما تبعوهمش رجال الأمن حتى البلاصة فين كيسكنوا، تسبوا في مشاكل وتسبوا في خسائر الناس في السيارات ديالهم. انا طالع تما باش ناخذ واحد الفيديو مع واحد الساكنه تمايا اللي اتصلوا بيا، حتى كنتفاجئ بمجموعه ديال القاصرين خارجين كيشيروا بالحجر، ضربوا لي البارشوك بحجره، والان غادي مع رجال الامن باش يديروا الاجراءات اللازمه، لان هاد الاشخاص هادو خصهم يتعاقبوا، خصهم ينالوا الجزاء ديالهم، خصهم ينالوا الجزاء ديالهم. ورجال الامن فسال الماتش نورمالمون تعليمات ديال السيد الوالي خصكم ترافقوا جميع الجماهير ديال فريق الرجاء اولا فريق اتحاد طنجه، خصكم ترافقوهم حتى للبيوت ديالهم. فللاسف هادشي ما شفتوش، انا شفت المجموعه ديال القاصرين ورجال الامن ما معاهمش، حتى تسبوا في مشكل وتسبوا في خسائر ماديه. شيروا بالحجر على السيارات ديال عباد الله وجابوا لي حجره في البارشوك على اليمين، حجره كبيره، وهادو اغلبيتهم قاصرين دراري باقين صغار خارجين من التيران تفرجوا في الماتش حتى تفرجوا فيه، وخرجوا وداروا الفوضى وداروا الروينه، داروا المشاكل على والو على الخاوي. فانا في هذه الاثناء تابع رجال الامن للدائره ديال المداومه باش غنديروا الاجراءات اللازمه مع هاد القاصرين المشاغبين واللي كيوسخوا الصوره ديال جمهور فريق الرجاء البيضاوي. العمليه ديال الشغب وقعت في الشرف، الشرف جوج وقعت في الشرف، رجال الامن رمى قدامي وبالرفقه ديالهم احد المشاغبين واللي كان مع ذوك الاشخاص. هما رجال الامن اللي تدخلوا وغادي في هاد الاثناء بهذا القاصر اللي كان مع ذوك الرفقه ديالو وشيروا بالحجر، لعلم الله شنو داروا قبل مني انا، لعلم الله شنو داروا. انا راه جات لي غير ضربه خفيفه من جهه البارشوك على اليمين، فما بالك الناس الاخرين. والغريب والخطير في الامر وان شفت القاصرين بوحدهم، ما كاينش بالرفقه ديالهم رجال الامن. التعليمات ديال السيد ولي امن مدينه الدار البيضاء واضحه، خصهم يرافقوا جميع الجماهير المغادره المركب محمد الخامس حتى الاحياء فين كيسكنوا. انا كنشوف القاصرين اللي في عمرهم تقريبا 15 12 عام 13 14 حتى 17 عام بدون رجال الامن، ما معاهمش البوليس. هادشي في الحي الحسني في الشرف جوج تابعين للدائره الامنيه ديال الشرف في المنطقه اللي كانوا كيشيروا فيها بالحجر. البوليس في هذه الاثناء غاديين وبالرفقه ديالهم واحد من هادوك اللي كانوا كيشيروا بالحجر اللي شديته وقلت لي غتوريني هادوك اللي كانوا هازين الحجر واللي دايروا الفوضى في الشارع العام غتوريهم ليا. وجاو رجال الامن من بعد فتره وجيزه دخلوا باش يشوفوا شنو كاين، وخص الوالدين ديالهم يعرفوا بان ولادهم راه غاديين باش يديروا المشاكل، ماشي غاديين باش يتفرجوا، غاديين باش يديروا المشاكل ماشي باش يتفرجوا. هما خارجين من التيران، هما شيروا بالحجر، هما ضربوا البارشوك، فلعلم الله شحال من دار خربوا، شحال من طوموبيل خربوا، شحال من حاجه خربوا. انا الهدف من هادشي كامل هو باش يجيو الوالدين ديال الدراري ويعرفوا ولادهم شنو كيديروا ويعرفوا فين كيطلقوا ولادهم يمشيو، ماشي طلق ولدك سير للتيران تفرج دير اللي بغيتي، ماشي السيبه في البلاد، البلاد ماشي سيبه، بلاد فيها القانون. وحنا دابا متجهين للدائره 20 باش نشوفوا العائلات ديال هاد الدراري
اللي تسبوا في هذه الخسائر هذه. حنا بغينا نعرفوا العائلات ديالهم فينا هما، فينا هما الوالدين ولا ولادو طلق. هادشي اللي كنهضروا عليه دائما مرارا وتكرارا. القاصرين ما خصهمش يجيو للتيران، القاصرين ما عندهم ما يديروا في التيران، القاصرين ما عندهم ما يديروا في التيران. هما خارجين دابا هما شيروا بالحجر هما حصلوا. يعني ها واحد دابا هو برفقة رجال الامن هو غيورينا الناس الاخرين اللي كانوا معاه. ولا كانت حتى شي عمليه شغب اخرى فرجال الامن غادي يعرفوا شكون دارها، والطريق اللي دازوا منه هادو رجال الامن غادي يعرفهم بان هادو هما اللي داروا هادشي، هما اللي ضربوا، هما اللي شيروا، وهما اللي تسبوا في ديك الخسائر. فاحنا وصلنا في الاثناء الدائره 20، رجال الامن غادي يهبطوا دابا هاد القاصر اللي تم الايقاف ديالو، غادي يهبطوه باش غيديروا الاجراءات اللازمه. حنا حدا الدائرة 20 فغنوصلوا على نهاية هذا البث المباشر، ندخلوا نشوفوا شنو كاين. تبقاو على خير.